في شيء غلط يا ست. كيف بيكون الزلمة عاقر وعنده بنت اسمها اليسار؟ الغلط من الام لاسمها رانيا وجيه نجم. اذا بدكم تعرفوا الجواب روحوا اسالوها. انا بقول انه البيصر عاقر من بعد ما جاب البنت. هذا اللي شفتوه تقرير طبي ونتيجه مختبر وعليه تاريخ، والتاريخ الموجود عليه قبل ما تولد اليسار بكتير. يمكن بعدين تحكم وصار منيح. خلي حدا يقري لكم هالكشف مره تانية. فادي نسله مقطوع وما عنده امل ولا حتى 0%. يا ساتر يا رب، مين علق هالفضيحه هون؟ مين ما كان يكون، تسلم ايديه. شو رايك بهالكارثه؟ شو بده يكون رايي انا؟ هالبنت اللي اسمها رانيا راح تصير مثل العلك بتم الناس. وصل المختار. يلي عنده كلمه يسكت عنها ويبلعها، يلي عنده راي يحتفظ فيه. شو؟ يظهر ما حدا عنده شغل، حتى واقفين عم تضيعوا وقتكم بشي ما بخصكم ولا بيعنيكم. يلا عشغالكم. بالبيوت بالمحلات وعلى نبع المي والطرقات الناس عم تحكي ما عم تسكت. ما بقى في حديث إلا حديث رانيا، ما عاد في قصة إلا قصة رانيا. منيح اللي أنت خلصت منها. يعني هلأ صرت موافق على زواجي؟ أنا ما قلت موافق على زواجك، قلت منيح اللي خلصت من رانيا. شو ناطرين؟ ليه ما عم تاكلوا؟ ناطرينك تقعدي معنا. طيب يلا صحتين، تفضلوا. أنا كنت ملهية بالحديث، ما ناطرة حدا. من هي وصغيرة أنا محبيتها، تبقى عنيدة ووقحة وعيونها زيغة على الشباب، زيغة على ابني وسام وعلى شباب غيره. ماما هالمرحلة صارت ورانا، ما مش ساعة نحكي فيها. قول هي كلها ما بتستاهل، لا هي ولا هالبنت اللي جابتها واللي مش معروف راس بيا من وين. كل واحد ذنبه على جنبه، خلونا نحكي بغير موضوع. ما حدا عم بيشوفك بالضيعة. قد ايه ناوية تحبسي حالك بعد؟ سنة؟ سنتين؟ ثلاثة؟ أو حكمت على نفسك بالمؤبد؟ إذا جاي لعند نسرين، نسرين منا هون. ماني مشتاقة لنسرين، جاي يشوفك مثلي مثل أهل الضيعة. كلهم جايين تيشوفوكي ويتفرجوا عليكي. صرنا اثنين للفرجة، أنا وأنت. سيرة حياتك بعرفها كلها. لا أنا عفيفة ولا أنت ست شريفة. أنا ابني من جوزي وأنت بنتك من العشيق. جبت ابنك بالحرام، حبلتي من خيي قبل الزواج، شربتيه وسكرتيه حتى ضاع وسلمتيه نفسك، خدعتيه حتى يستر الفضيحة وغشيتيه حتى ياخدك ويتجوزك. كنت شاطرة، بحبه وبدي إياه. ما حدا حبه، لا أنت ولا أهلك. كنتم مفلسين وبدكن إياه لتستفيدوا من ورثة بيو. وأنت كنت راضية عن زواجي لأنك كنت خايفة ياخد نسرين ويبهدلكن بالضيعة. كلنا منعرف قد ايه كان يحب هالخادمة، وكلنا منعرف قد ايه كان مغروم فيها. بقي مغروم فيها لآخر يوم من حياته، وأنت بقي يكرهك لآخر يوم من حياته. وأنا رح ضل حقد عليك من اليوم لآخر يوم من عمرك، وأكيد بتعرفي ليه. نعم بعرف. المال فرقنا وفرق بيناتنا، وماني ندمانة أبداً إني بعت الأرض وما عطيتك حصتك. الأيام عوضت علي، بكفيني الحكي اللي عم بسمعه عنك بالضيعة، بكفيني حتى اسمع واشمت. عملت كل هالزيارة حتى تقولي لي هالكلمتين؟ بعد في إذا بدك. أنا بكرهك
وبكره بنتك بنت الزنا. زينة بنتي رح تتربى بحضن بيا ورح يقطع لك لسانك ويحميها منك ومن حقدك. هيدي العاهرة كذابة، قالت إنه البنت بنته حتى يرجع لها وتعمل معه علاقة عن جديد. خيك تجوز وهالقصة صارت من الماضي، وهي بتعرف منيح إنه ما رح يرجع لها. يمكن لهالسبب بدها تخرب له حياته، بس أنا أكيدة إنه قالي صار من حدا تاني. كنت شوف اللي صار واتعجب قديش كانت تشبهك انت وصغير. كنت اتعجب بس ما خطر على بالي شيء. اليوم عرفت شو السبب. كل البنات الصغار بهالعمر بيشبهوا بعضهم. يعني انت صدقتيها ماما؟ صدقت المثل. بيقولوا خذوا البنات من صدور العمات. ليكي كأنها هيكي وقت كنت صغيره. بكره وبكره بنتها. بكرهها وبكره بنتها حتى لو كانت بنت خيي. أنا ما بقدر خبرها لا اليوم ولا بكرة، لا إذا كبرت وصارت صبية. شو بتقلها؟ عملت علاقة برات الزواج وجبتك؟ حتى لو قلتي لها عملتي علاقة برات الزواج ما رح تفهم شو يعني، إلا إذا كبرت وصارت صبية. ما ضروري تقلها عملت علاقة برات الزواج، تقلها وسام أبوك لأني كنت حبه، جيت أنت على هالدنيا، ولما تكبر رح تفهم الوضع. رح تفهم الوضع وتكرهني. إذا ما تعقدت هي وصغيرة رح تتعقد بس تكبر. البنت لازم تعرف مين أبوها اليوم أو بالمستقبل. وين الماما؟ بالصالون. تفضلوا ليه واقفين برا؟ تعبانين من المشي، صار لازم نرجع البيت. ناطرين اليسار، الليلة بدها تنام عنا. يا ريت، هيدا الحكي عن جد هند؟ إذا رانيا وافقت بيكون هيدا الحكي عن جد. ماما ماما بكرة ما في مدرسة، فيني نام عند عمو وسام بتخليني؟ هو طلب منك تنامي عنده؟ هو وعمته هند بيحبوني كتير، ناطريني برا. ايه بسمح لك، انا موافقة. وانت بتسمحي لي؟ من كل قلبي بسمح لك. وسام عم يشتغل صح، بده اياها قريبة منه حتى تتعود عليه. انا خايفة تتعود على هند وتنساني.